المصري يعني موضوع اتاخر كتير كان لازم يحصل من قبل كده عشان المرممين في مصر بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا بإمكانيات بسيطة جدا ومع ذلك بيعملوا شغل كويس. قد يكون هناك أخطاء فردية ولكن في ترميم الآثار المصرية لا مجال للخطأ، وعشان يكونش في مجال للخطأ لازم احنا كوزارة ان احنا نمرنهم اكتر من كده ونبقى في تعاون مع جهات علمية دولية اكتر من كده، وفي نفس الوقت نوفر لهم الامكانيات اللي هم محتاجينها. ايه الامكانيات يا فندم اللي هتوفرها؟ خامات ترميم بيحتاجوها للاسف ما كانتش متوفره بالشكل الكافي. ربنا يقدرني ودي الموضوع ده اولويه لانها مهمه جدا في تغليف ونقل الاثار لصيانتها، وفعلا احنا خدنا بضع قرارات في الشهرين اللي فاتوا عشان ندي اولويه للتدخل السريع في حاله وجود اي خطر في الاثر دون التعقيدات الروتينيه اللي كانت بتاخد اشهر. ده في خطه زمنيه قد ايه؟ ده خلاص قرار اتاخد حضرتك ان لو في اي تدخل سريع اي منطقه في مصر عايزاها كان الاول بتحتاج لجان وقرارات على مدار اشهر طويله. أوكي. ويكون الموضوع فالحمد لله خدنا قرار في اول لجنه دايمه في شهر ابريل اللي فات ان ممكن المنطقه تشتغل لحين العرض على اللجان عشان في الحاجات السريعه تحت اشراف فرق ترميم وتفتيش المنطقه و و و هل هيتم الاستعانة بخواجات يا فندم زي كل مرة؟ نعم. هل هيتم الاستعانة دايما بخبراء أو مرممين من الخارج بدل العمالة المصرية؟ لا طبعا بالعكس، النهاردة اسمه يوم المرمم المصري، واللي أنا قلته أنهم يتمرنوا عشان يبقوا هم مستواهم عالمي. وبالفعل أنا من خلال شغلي مع أجانب في مجال الترميم وفي مجال الأثار على مدار سنوات طويلة بيشكروا في المرمم المصري، لكن حضرتك عشان يديك نتيجة العمل اللي حضرتك منتظراها لازم توفري له تدريب عالي المستوى وتوفري له الإمكانيات اللي هو محتاجها في شغله، ودي المسؤولية اللي على عاتقي اللي ربنا يقدرني وإني أعملها.